موضوع الخطبة بر الأمهات والإحسان لهن. الحمد لله الذي جعل الأمهات سببا لإنجاب البنين والبنات. سبحان من جعل بطونهن مثوى لهم لفترة من الساعات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله جميل الشيم والأفعال. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير من ولد وولد من بني عدنان. قد أعطى لكل من الأبوة والبنوة ما يتطلبان إليه من الحقوق في جميع الأزمان، وعلى آله وصحبه السادة الفرسان ومن تبعهم إلى يوم القيامة بإحسان. أما بعد، فيا أيها الناس أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، وأحذر نفسي وإياكم عن العقوق بالوالدين اللذين كانا سببا لخروجنا من العدم إلى بر الوجود. ولما أبديا لنا من العطف والحنان والمصابرة على العناية بتربيتنا جسميا وعقليا ثم فكريا وروحيا ماديا ومعنويا. وإن رؤي منا الخير فالفضل يرجع إليهما بعد الله رب العالمين. وبما أن بر الوالدين هو الإحسان إليهما والعطف عليهما والرفق بهما والرعاية لأحوالهما وعدم الإساءة إليهما وإكرام صديقهما من بعدهما، وعقوقهما هو مخالفتهما في أغراضهما الجائزة لهما. ومن أجل هذا نجد أن جميع الأديان السماوية دعت إلى البر بالوالدين، فالأنبياء والمرسلون هم في مقدمة من امتثلوا لأمر الله في البر بالوالدين. قال تعالى في حق عيسى عليه السلام: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا زار قبر أمه بكى وأبكى من حوله. ويرى بعض العلماء أن بر الوالدين متساو، بينما يرى الآخرون أن الأمة ترجح على الأبي. ومهما يكن من أمر، فالذي أرجح هذه الرؤى لا يبعد أن تكون مقتبسة من مفهوم قول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملت أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ففضل الأم هنا جلي وواضح، وذلك لأن الأب لا يحمل الجنين في بطنه وليس له إلمام بمتاعب ثقله، وليس له معرفة بشدة الطلق ولا يئن لألمه، ولا يشعر الأب بالوهن الذي تعانيه الأم المرضعة. وناهيك عن الحضانة ووساختها، وعن معاوية
ابن حيدة رضي الله عنه فيما رواه الحاكم في المستدرك أنه قال: قلت يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: ثم أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: ثم أباك، ثم الأقرب فالأقرب. أيها الإخوة، الأم عاملة من عمال الله كلفها مهمة شاقة فقامت بها قدر طاقتها، حملتك في بطنها وأرضعتك من لبنها وأحضنتك في حجرها، لذا لا يخيبها الله ولا يأبه الله بعلم أمك أو جهلها، ولا يبالي بطاعتها أو فسقها، ولا يلتفت إلى حسبها أو نسبها، ولا ينظر إلى غناها أو فقرها، ولا إلى إسلامها أو كفرها. يكفيه أنه رشحها، يكفيه أنه رشحها واختارها لك أما، فقامت بمهمة الأمومة. وإذا ألم بك مرض حزنت، وإذا ضحكت ضحكت ونشوت. أنسيت أيام أن كنت تبول فوق ظهرها وتتغوط على فراشها وتتقيع في ثيابها حذارا ثم حذارا أيها العاق بأمه أن نصيبك مثل ما أصاب الجرير العابد الذي دعته أمه فلم يجبها، فدعت عليه وقالت: اللهم لا تمت حتى ينظر إلى وجوه المومسات، أي لا تقتله حتى يصيبه كيد الباغيات الوقحات. فكان ما دعت عليه فلقي بذلك ذلا وحوانا، ولولا أنه كان من العابدين المخلصين للبث في ذلك إلى يوم يبعثون. ويحك أيها العاق لأمه، تب إلى الله سريعا كي لا يحيق بك مثل ما أصاب الصحابي الجليل علقمة، والذي كانت أمه ساخطة وواجلة عليه لما كان يؤثر امرأته عليها، فحجب لسانه عن كلمتي الشهادة لما جاءت وفاته. ولولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعفى من الأم فعفت عنه لمات في حالة سيئة، كما رواه الحيثمي في مجمع الزوائد. قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أحسن إلى أمك أيها الإنسان، فإن رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين، كما قال عليه الصلاة والسلام: الجنة تحت أقدام الأمهات، وبرها وكل الصيد في جوف الفرى. ألم تسمع بقصة الابن البار لأمه؟ كان في زمن نبي الله موسى عليه السلام، والذي توفي والده وهو طفل وترك له بقرة واستودعها الله حتى يكبر ابنه. فلما كبر قالت له أمه: إن أباك قد ترك لك بقرة، اذهب إلى محل كذا وأت بها، ثم اذهب بها إلى السوق ولا تبعها إلا بمشورتي، تلكم البقرة التي باعها بملء جلدها ذهبا. وهكذا يكون بر الأم والإحسان إليها سببا للسعادة والغنى. وما قصة خير التابعين عنا ببعيدا، وهو العويس القرني الذي طلب منه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن يستغفر له فاستغفر له: ذلكم الذي لو أقسم على الله لأبره، كما رواه مسلم. ولم ينل أويس القرني هذه المرتبة العليا إلا ببره بوالدته. ويروى أن نبي الله موسى عليه السلام لما خرج من إنطاقية يريد الشام تعب، فأوحى الله إليه أن ائتي سطح هذا الجبل فيه عبد فاسأله شيئا تركبه،
فوجده يصلي، فلما فرغ قال: يا عبد الله، أريد شيئا أركبه. فنظر إلى السماء وإذا بسحابة سائرة، فقال: أيتها السحابة، انزلي فاحملي هذا العبد حيث يريد. فنزلت حتى لصقت بالأرض، فركبها موسى. فقال الله: يا موسى، أتدري بأي شيء أعطيته هذه المنزلة؟ قال: لا يا رب. قال: سألته أمه حاجة عند وفاتها فبادر إليها فقضاها، فقالت: يا إلهي، كما قضى حاجتي فاقض حاجته. ولو سألني أن أقلب الخضراء على الغبراء لفعلت. ويروى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فسمعت قراءة، فقلت: من هذا؟ قالوا: حارثة بن النعمان. كذلك البر، وكان أبر الناس بأمه. وعن أنس رضي الله عنه فيما روى أبو يعلى والطبراني قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه. قال: هل بقي من والديك أحد؟ قال: أمي. قال: قابل الله في برها، فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد، فإذا رضيت عنك فاتق وبرها. وأن تبر أمك وتغلب عليك زوجتك، وكيف تبر أباك وتطيع ابنك؟ كلا وألف كلا، إنهما نقيضان لا يجتمعان، ومتباعدان لا يتقاربان. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وعفوا تعف نساؤكم. عليك ببر الوالدين كليهما، وبر ذوي القربى، وبر العباعد. ولا تصحبا إلا تقيا مهذبا عفيفا زكيا منجزا للمواعد. الحمد لله، والأمر كله لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يوم سبودا مال من نامو يا زملي من ينادى مسلا شيء سبودا كبيزوي منا فسر ونن خطبة با ونن خطبة يوم أبننا نكي تقو كلم بياني شيني بين دكما كيوت تامتا jama'a duk abin da ake nema yana nan a cikin uwa kuma ita tafi wahalar bi fiye da uba da yawa a yau waɗanda iyayensu mata suke jin tsoron su kai ka san an yi asara da yawa waɗanda iyayensu mata suke shayun su nemi abu a wajen su kai ka san an tabi uwa binta yana da sauki fiye da bin uba kuma yafi tsada a fadin Allah yafi tsada uba baya karban wasa dinnan kai wasa zai daddalla mamari amma uwa ko me kai ba yadda za ta yi ta ji ta gani ita ta haifa uwa ita ce abin da ya kamata kowanne mu ya dage wajen neman yaddarta idan kuka duba za ku ga tsari na musulunci akwai wani abu wanda ake cewa li'ani da ya rasa uba amma kun taba jin da ya rasa uwa da bai rasa uwa Hausa suna cewa nagari na kowa amma mu bu sai uwar da ta haife shi uwar mutum ba za ta ki shi ba kuma uwar mutum saboda kaunar sa da take wannan kaunar take sa ake mata shagwaba
kullun abinda bata so me zai bata maka bata san shi. To na bi mana tarihi ne irin yadda tarihi ya nuna yadda ake kula da uwa. Kuma satin da ya wuce na gaya mana cewa biyayya ga iyaye ba babba ba yaro ba malam ba jahili ba sarki ba talaka kowaye kai ka bi uwarka ka bi ubanka kuma ubanka ya fi ka ko kai waye. Na kawo mana kissa Shehu Ibrahim. Amma ita uwa abinda yasa ba za ka daidaita ta da uba ba. Uba yana samun da ko ya ne ta kan hanyar sha'awa. Amma uwa tana samun da ko ya ne ba ta kan hanyar sha'awa ba. Ta kan ta kakabuwa da wahala. Ranta kasada ne akan abinda za ta haifa da ko ya. Dan Allah ka duba yanzu a ce rigarka kawai. Rigarka kawai a ce 24 hour kwana 20 za ka cire ta. Yaya to da yana cikin cikin babarsa wata tara babu second day da baya ciki. Ka duba idan ka ji fitsari yake fita yaya. Ka duba idan ka ji bayan gida yake fita yaya. Sai kiciniyar ya za a nemi kaza ya za a nemi plus ko waye waye. Amma shi gashi a cikin cikin babarsa wata tara kai ka san akwai nauyi akwai wahala. Baiwar Allah na haka take hakura. Idan ko aka ce haihuwa ta zo to musiba ta zo. Kasada ce ko a mutu ko a rai. Kuma babu wani namiji da aka halitta a wannan duniyar wanda yake da karfin da zai iya daukar zafin nakuda kowaye. Su kada aka keɓanta da wannan. Wata rana Sayyidi Umaru Allah ya kara masa yadda. Ana Ka'aba ana dawafi sai wani mutum ya zo da babarsa ya goya ta ta tsufa tugub tugub. Yace akarmakalla wannan uwa ta ce ga halin da ta kai ni ke mata komai kai ba taimaka ba da ni ke mata komai kuma gashi ni ke goya ta na ba ta haƙƙin ta. Sai dai Umar yace ko yunkuri ɗaya na nakuda baka biya ba. Jama'a in anta akramta al-la'ima tamarrada mutuman kirki in kai masa abin kirki wallahi sai rasa da me zai biya ka. Amma mutuman banza an kai masa abin kirki sai cewa ba dole ma ai man ba. Uwa mutane da yawa a duniya sun samu matsayi saboda iyayensu mata. Kai bara in takaice muku yan uwa duk wani mutuman da kuka gani na kirki duk wani mutuman da kuka gani yana da wani kyalli koda kamar na aci balbal ne wallahi ka bincika zaka samu babarsa a wajen babansa kamar baiwa ce. Magana ta fito? Duk wanda duk mace da kaga ta yadda take wa miji biyayya wallahi dan ta samu dami albarka ne. Banda duk waccan wahala da aka faɗa. Shehu Ibrahim Allah ya kara masa yadda. Babarsa wallahi a gidan ba macen da take wahala ta hidima wajen Shehu Abdullahi irin babu Shehu Ibrahim. In ka bincika za ka ga duk mutanen kirki haka ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu bai girma da babarsa ba. Amma saboda ya san wace ce baba in ya je kabarinta sai ya kuka wanda ke tar da shi sai kuka. Akwai wani mutum na kawo mana kissarsa anan. Zamanin Sayyidi Musa aka yi shi Annabi Musa. Annabi Musa ya fito daga Intaqiya zai je Sham. Yace Ubangiji na gaje da tafiyan nan ƙasa. Yace Annabi Musa me ake so? Yace abin hawa Allah nake so. Yace to kaga dutse na a gabanka ko? Yace na ganshi Allah. Yace to a ƙasansa akwai wani bawan Allah yana nan yana sallah. In ya gama ka ce baka abin hawa. Da ya gama Annabi Musa ya ce bawan Allah da Allah abin hawa nake so na gaji ina son in je Sham. Mutumin ya duba da mai duba haku ba wani abin hawa sai ya daga sama sai ga wani girgije zai wuce sai ya ce kai girgije sauko ka dauki bawan Allah nan ka kai shi inda yake so. Sai ya ci gaba da sallarsa bai san kowaye ba. Annabi Musa ya hau kan girgije ya tashi da shi sama
ana lulawa ubangiji yace annabi Musa ba za a tambaye mu ba wannan bawan namu miye muka bashi wannan darajar yace wallahi haka ne ubangiji kai wannan yayi muku abin kirki Allah yace to wannan bawan baba sai yake bi da za ta rasu yace wani iman kaza yayi maza yace Allah yadda yaran ne yake min biyayya Allah ka biya masa bukatarsa yace to ka ganshi nan duk abin da yake so a duniya zan yi saboda addu'ar babarsa in yace in canja sahara kurmi wallahi zan yi akwai wani fiyayyen tabi ai da ake cewa shi Uwaisul Qarni ba sahabin annabi bane manzo Allah yake ba su labari yace akwai wani bawon Allah za a yi mai kama kaza mai kaza kaza in kun ganshi lalle ku ne mai maku addu'a sai dai Umar yana bincike sai aka samu labarin sa ya zo za a yi aikin haji yace bawon Allah kai ne Uwaisul Qarni yace ni ne kai ne mai biyayya ga uwarka yace ni ne kana da alama guri kaza yace ni ne yace to iman roƙaman Allah yace ah karmakallah ai wa zai ku sahabban annabi ai kuke da ku yace kai annabi ya gaya mana kai an riga an bayyana mana waye kai iman addu'a ya daga hannu yayi wa sayyidi Umar addu'a me yasa ya samu wannan abun saboda ba wanda ya kai shi min babarsa kissar mutumin da ya mutu yana da da yaro ne aka ce yana ciki ne ya gaya wa uwar yace wance kin ga dan nan namu to da Allah na sai akuya na ba Allah na sai saniya na ba Allah ajiya tana guri kaza in ya girma ki ce je ya kama saniyar ba wanda ya isa ya kama ta ba abin da ya isa ya taba saboda an ba Allah ajiya ba gara ba zago sai da ya girma ta ce wane yace baba tace to babanka da zai rasu ya ce ya aje maka saniya a guri kaza ka je ka ce kai ne wane dan wane ta zo ku tafi kai taka ce ya zo ya kira saniya ya zo suka zo ita ya ce to ita ce tace to ka je kasuwa ka sayar da ita amma kakka karbi kudi sai ka zo ka gaya min a ce kaza ya dawo tace a'a ba za a siyar ba a ce kaza ya dawo tace a'a ba za a siyar kaza ba ina ya Allah babu ya Allah ran nan sai bani Isra'ila suka yi aika aika suka kuma nemi su kure Allah Allah ya ce ba a kure mu in kuna son ku san wanda yayi wannan kisan kan akwai saniya mai ka ba kaza ku je ku saye ta a ibi yankin ta a taba mutumin zai tashi zai magana yaron yazo aka ce kaza yace bazan siyar ba kai sai da ta kai ita fata saniyar ita za a dinke in an fede a dinke a cika ta tsar da zinariya shine kudin jama'a mai salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya umarce mu da mai haka Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin اللهم انصر الاسلام والمسلمين ودمر اعداء الدين واكتب السلامه والعافيه لعبيدك المؤمنين عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه الدقيقه والجليله يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا الى الصلاه يرحمكم الله